زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من البرنامج كما سبق لي وعدتكم. من اليوم كل جمعة، واللي اختارينا له اسم حديث الجمعة. أولا نبغي نقول لكم واحد جوج ديال الملاحظات. الملاحظة الأولى، إلى لاحظتوا تنتوما، هو أنه منذ خروجي من السجن ما تعرضش الحزب العدالة والتنمية البي جي دي، هضرت في عدد من القضايا في عدد من المواضيع، ولكن ما هضرتش على حزب البي جي دي بخلاف ما قبل تجربة السجن. لماذا؟ قبل ما نقول لكم الملاحظة الثانية، تكونت عندي شبه قناعة، ماشي راسخة، ماشي حقيقية، ماشي كاملة، ماشي مطلقة، ولكن قلت ربما هذا الحزب هذا عندك نكون ظلمناه، عندك هذا الحزب هذا نكون يعني بالصح ساهمنا من حيث لا ندري، إلى جانب من يتهمونهم بأنهم ما خلاهمش يخدموا. ولهذا كنت أكثر تريث وحكمة ما ناقشت حزب البي جي، لأنني أبغى الشيء القلبي. بون ماشي أنا، للصحافي عمال، أي صحافي مهني، أي صحافي مهني في العالم، جوج حوايج كيذبحوا الصحافي، جوج حوايج: نهاية الصحافي، يكشف على سيره المهني، المصادر شكون عطاه الخبر، ولو يضرب الإعدام، ولكن عمرو يكشف على شكون عطاه الخبر. جوج، هذه مهمة بزاف، هو يتمانيبيلا، يتوظف من طرف شي جهة ضد جهة أخرى. الصحفي اللي كيتوظف ليس بصحفي، والحمد لله ما عمر شي واحد وظف لي إلى هاد الساعة، وأتحدى شي واحد. كما قلت لكم وعندي الشجاعة، نقدر بعض المرة نكونش موفقين في شي جهة أو شي حزب أو، ولكن لم نوظف يوم ولن نوظف يوم. اللي كيوظفنا واللي كنخدم أنا، الأجندة وحدة اللي كنخدمها وكنعترف بها، أنا كنخدم أجندة الوطن والمظلومين، هادو أنا خدامهم، ما فيهاش نقاش. حسب بي جي دي ما كنبغيش نناقشو، ولهذا واحد النقاش كان اليوم في صفحه الفيسبوك هذا الاسبوع، شفتو واخا قلت انا هذاك غير بوليميك، غير ما عطيتو حتى قيمه. حتى في الصباح كنت صمت الفيديو فيه 9 دقائق، بقيت كنسمع السي الازامي ديال البرلمان حزب العداله والتنميه كيهضر في البرلمان، كنقول ويلي واش هاد السيد كيهضر من داخل البرلمان، المؤسسه الدستوريه كتخرج، هاد الهضره كتخرج من داخل البرلمان. وشفت الناس هضروا في هادشي، ولكن الخطوره مع كل احترام للجميع والتقدير، رغم انه ما غاديش نناقش الاساتذه الاكاديميين والباحثين والحقوقيين ورجال القضاء ورجال القانون، لانه كاين كلام خطير من الناحيه القانونيه ومن الناحيه السياسيه. كنسمع السيد كيقول شي كلام في غايه الخطوره، وهي الملاحظه اللي بغيت نقول لكم الثانيه. المغاربه، قبل ما ننطلق، اياكم المغاربه، اياكم ثم اياكم ثم اياكم، ما تعطيوش قيمه لهادشي اللي غنقول، اياكم تحتقروا هادشي اللي غنقول، اداكم تعتبروا ديال حلقه ودايزه صعيبه بزاف بزاف بزاف. هتقولوا لي شنو هي وجه الصعوبه ديالها او الخطوره ديالها في علاقه بعدد من التصريحات كتقال في علاقه. اولا هادشي خارج من داخل البرلمان، مؤسسه دستوريه اللي مفروض فيها وجه ديال الشعب ومنصه ديال الشعب وتمثل الشعب وتدافع على مكاسب وطموحات ومطالب الشعب، ولكن تحولت الى منصه لبعث قذائف ضد الشعب، تكرفس على الشعب المغربي. السي اليزامي تكرفس على الشعب المغربي، وتكرفس على الدين الاسلامي، وانا عجبت لكم، وتكرفس على الدستور، وتكرفس على المواثيق الدوليه والعهود الدوليه، وتكرفس على الاخلاق وعلى الاعراف، وتكرفس على كل شيء وعلى المؤسسات وعلى، وما كنبالغش وما كنهولش زعما باش يتصنت ليا شي واحد ابدا. هاد السيد ادريس الازامي كما قلت لكم تريت ما كنبغيش نناقش، ولكن بديت كنسمع داك الشيء في غايه الرعب وفي غايه الخطوره. باش يجي واحد ممثل ديال الشعب المغربي كياخذ فلوسه من عند الشعب المغربي، من عند الامه، تقريبا شي 4 المليون بلا ما نهضروا على العمده فاس، وتختار منصه الشعب وتحرض ضد الشعب، تحرض جوج من الشعب، راه هو الشعب تحرض تحريض، وانا غنوريكم التحريض فين كاين الخوت، وانك تقوض مؤسسات ديال الدوله، تقويض مؤسسات الدوله وتقويض وثائق اللي هي تعبير على ارادات الشعب. واي حاجه غنقولها لكم بالدليل، ما كاينش شي حاجه غنجيبها من فمي. فهاد الاستاذ هذا المحترم، انا كشخص ما كنيش، ما عمري تسجل عليا انني محترم، هو والقاده ديالو عندنا بعض القيادات
اللي كنحتارمهم في بجدي، واحد الشخص معاهم قيادة راه غير عيط ليا في التليفون كنحتارمو وكنقدرو وما نتعرضو لهمش كان واحد منهم بعد. فباش جي من داخل البرلمان والشعب مسكين مكلوم ومجروح ومقهور، شي حارق، شي كيهز الحمل، شي معطل، شي ما خلص الضو، شي 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 انت متشوف شي 4 مليون في الشهر كتوصف الناس بالغماقه، تيديروا الدبشخي تيغمقوا على الناس. تعرفوا شنو هي هذه العباره المغاربه الغماقه او الغباق؟ شنو هو الغماق؟ هو نصاب. اب أسوأ وصف او اقذع نعج، او يقول لكم الغماق، سير الغماق. شكون هو الغماق؟ هو كذاب يحجب الحقيقه، انسان خيب. عرفتي الغماق؟ تقول الناس الغماقه تيعبروا على رايي. وغنوريكم هو اكبر غماق. انا رصدت له غير 9 غمقات ديالو، هو اكبر غماق. حيت كاين واحد النوع البشر كتكون فيه شي حاجه باش يتبرع ولا باش يوهم عباد الله كيولي يتهم الناس به، هو راه هو اكبر غماق. غنعطيكم 9 ديال الغمقات جبتهم له من هضرته. غماق، وهادشي اللي قلت لكم خطوره. فعلاش قلت الخطوره؟ مع عمري ما كنقول كيفاش هاد الشخص وسط المؤسسه الدستوريه وكيروج لهذا الخطاب الخطير جدا جدا جدا. غنخلي واحد النقطه خطيره هي الاخرى، نبداو بعدا ب هذا هو اكبر غماق. وكما كيقول واحد الشاعر الى تذكروا، تيقول لك وغير تقي يامر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس ومريض. هذا البيت الشعري كينسحب على السيد ادريس الازامي. وغير تقي يامر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. وكاين شاعر في بيت اخر تيقول لك لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. تصور انت شفار مثلا وكتقول الناس ما تسرقوش، عار عليك عظيم. انت كذاب كتقول الناس ما تكذبوش، تيقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. ف السيد ادريس الازامي كنقولوا له من هذا المنبر عار عليك عظيم، لانك انت اكبر غماق، اكبر غماق، وكتقول الناس غماقه وانت غماق. قلتي الناس غماقه باش ما ينتبهولكش انت راك غماق. انا راه ماشي غماق باش الناس يثقوا بيك، وانت بغيتي غير تغمق عليهم وتحيد لهم الغميق، تحيد باش الغميق ديالك يخدم، اتهمتي الناس. انا نظيف وانت اكبر غماق. الغمقه الاولى بعدا وغادي نتفقوا عليها، ماشي غير انت اللي كديرها، بعض الناس كيديروها. واحد بون، مادام الموضوع ديالنا ماشي، انا كل حلقه كنسمي فيها الشخص باش ما يبانش كل حلقه رانا متبع. واحد المسؤول مؤسسه دستوريه سبق له واحد المره ضد حزب فريق برلماني، رضيت عليها حلقه، كيقول لهم جلاله الملك وجلاله الملك غادي هكا وانتم غادي، يعني كغمق اسم جلاله الملك باش يدوز موقفه. دارها واحد السيد. ومؤخرا غادي شي 3 ايام واحد الجمعيه قضائيه بلا ما نسميها عاوتاني في مواجهه واحد الحقوقي سميتو المعطي مجيب، تيقول له جلاله الملك غادي هكا وانت غادي هكا. اليوم هاد السيد ادريس الازامي حتى هو منين بغى يواجه هاد الناس اللي كيضروه قال لهم جلاله الملك، وهاد الشيء راه جلاله الملك خداه. واول حاجه غادي نقول هذه، واحد انا اطالب هاد العمليه ديال جلاله الملك خاصها توضع عليها حد، لقاش الناس كيتخزنوا ورا هاد الصفه المحترمه. الناس ديك المره ديال الشجار قالوا انت حكومه جلاله الملك ونحن معارضه جلاله الملك، كيولي هنايا اللي بغى يدوز شي موقف ولا بغى يصوت عدوه ولا خصمه ولا بغى يضعف ولا بغى يسكته، حيت ملي كنجبد ديك جلاله الملك شتزيد الا قلت لك جلاله الملك انت ضده، يعني كنحرض عليك النيابه العامه والمخابرات ومؤسسه ديال الدوله. فعلي بغى يصفي الحساب مع شي خصم جلاله الملك، وحيت انا جلاله الملك بغينا جلاله الملك. علاش اخوتي هذا الخطاب؟ اذا هذه مناشده جلاله الملك واحد المؤسسه محترمه، سيرتو الفاعلين ناقش. انت في البرلمان غتناقش المعاشات، خليك في المعاشات، خليك في المعاشات، علاش بجلاله الملك وان المؤسسه تفعل جلاله الملك؟ زعما انت كتحرض ضد هاد عباد الله الفيسبوكيين باش يخرجوا شي قانون. وانا لا استبعد
هاد الخرجه اللي دارت السي اليزامي ماشي بسيطه في المعاشات وراها والايام بيناتنا. ذاك القانون اللي نظر عليه صداع ديال التكميم من افواه وعقله. ف اللي بغى يجبد شي حاجه بجلاله الملك، اذا هذه كتسمى الغمقه الاولى السي اليزامي. ها الغمقه الاولى بغيت تغمق علينا، تقول لنا جلاله الملك باش تحرض المؤسسه النيابه العامه وكذا على عباد الله باسم جلاله الملك. ثانيا في اطار جلاله الملك وهي غمقه ثانيه، هاد الدعاء مع الله يحفظه الله يسترو، انا خليكم تسمعوا المغاربه. وعلى راسه جلاله الملك حفظه الله وسدد خطاه. دابا شفتوا كيفاش كيغمق بجلاله الملك الله يحفظه الله يسترو؟ حنا كنا كندعيو مع الملك الله يحفظه الله، لكن كيفاش زعما الله يحفظه والله يسترو؟ الله يحفظه والله يسترو، انت دير على الواجب ديالك، عام تحلف قدامه وتأدي القسم غاخدم كون عام مزيان، هذيك هي احسن دعاء معاه، هو راه محفوظ مع الله. الله يحفظه والله تعرف دابا هو الملك هو ميزان القوة، الجهة القوية هذيك، تعرف هو اللي ضامن لك تستمر في البرلمان وتستمر في الوزير وكتغازلوه زعما وكتغازلوا الجهاز زعما باش الانتخابات 2021 رحنا باقيين زعما باقي ما نأديو. الله يرحمه والله يحفظه، هذا ماشي غميق، هذا انت غدعي معاه، دايزلك الدعوة انت بعدا، دايزلك الدعاء. انت بنادم كيموت بالجوع وكتدي انت 4 مليون وكتدافع على كذا وفلوسه، يدعي معاه شي واحد اللي ما عندوش، انتوما عندكم فلوس تقول بنادم كدي 10 5 15، شحال بغيتي تدي انت؟ 4 مليون كتدي في البرلمان. الا بغيتي تمشي راه سبق لي قلتها، الا بغيتي تمشي غير لشي نشاط برا خصك 150 اورو، 150 اورو قبل عاد دير نشاط في باريس نهار الاربعاء 20 يوليو 19 يوليو تاخذ انت 150 اورو، ونهار الاربعاء تاخذ 150 اورو، ونهار الخميس 150 اورو، وتقعد تبقى تما حتى الشهر، وحسب شحال 150 اورو كيخلصوا لك المغاربه. هذه عاد بلا ما نهضروا في التليفون والايبادات والتران وكيفاش ديك السياره حتى حتى سميتو، وبلا ما نهضروا على العيش تقبلك تما الماكله فابور نعس فابور كلشي، ديك اورو كلها كتبقى في الجيب ما كتقاش. كاين بعض البرلمانيين عندي معطيات قال لك من باب ما عرفوش الهزل ولا هذه، قال لك لقاو لهم حجم ديك 150 اورو لقاوها اكثر من 365 يوم، بقى كيسافر المهمات المهمات ها باش يجمع ديك 150 اورو. حنا كنخدموا حنا كنديرو 150 اورو، كتقول لي حنايا شنو كيقول الله عز وجل؟ من كان منكم غنيا فليتعفف، من كان منكم غنيا فليتعفف. يعني العفه فيها العفه ديال اللسان، العفه ديال السمع، العفه ديال اليد. من كان منكم غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بمعروف. هذا هو القرآن، انت ما عندكش فلوس فين هي العفه دابا هنايا؟ من كان منكم غنيا فليتعفف، فين هي دابا؟ عندك ما عرف عمده فاس، ما عرف شحال التعويضات والميزانيه الاستثمار وميزانيه التسيير، وما عرف شحال عندك في مصيبه داك، ما عرف شنو عندك شي عياده دكتور ولا شنو هي، ولا شكون عرف ملي كنتي في الماليه واش عندك شي روطريط كنتي في قسم الماليه ومن بعد كنتي شحال بغيتي شحال. وانت شتي شريط فيديو ديال المغربي مسكين طبيب قال لك تيشد 70000 ريال. انا طبيب في المستشفى الجامعي ديال محمد السادس مراكش، وكنخلص 3500 درهم في الشهر وما كاينش اللي كيتيقاد الهضره. يلا ها هو دابا طبيب كيشد 3500 درهم معرض للمخاطر. الولايه ديالك البرلماني وعيش فيك وانت برلم، اشنو درتي لنا كاع بالسلامه؟ شنو زعما شنو بغينا نفهموا اللي تستحق تاخذ هذه الفلوس هذه؟ والغمقه الثانيه وغادي ننتقل لها، تلاحظوا الغميق. كيقول لك عمر بن الخطاب نحن معشر المسلمين من يخدعنا في الله ننخدع له. الا بغى شي واحد يضحك عليك كيدوزك عن طريق سيدي ربي. وحيت انا قال لك واه نخدموا يتخلصوا في الاخر ولادهم اخر الشهر خصهم ياكلوا. شنو قال لك ونترجاو الله؟ راهم كيترجاو الله. وهادو راه ماشي تيخدموا لله، تيخدموا لله صحيح امرهم بينهم وبين الله، تيترجاو رحمه الله، ولكن خصهم في الثالث الشهر ما ياكلوا لولادهم. ياك هذه ماشي غمقه دابا هذه. خشي الله مع الاولاد لاخر الشهر والفلوس، ومحقق خفتي للناس يشدوك من فمك على الشر، دخلتي الدين باش ما تمهش ديك لاخر الشهر وخلاص. وحنا خدامين على سبيل الله وسيدي ربي الحبيب، كاين شي غميق اكثر من هذا باسم الدين؟ تعطي بنادم قرقوبي كتقرقبو بهاد اللعبه هذه زعما، كاين شي قرقوبيه دابا اكثر، وهذوك كلهم انا كنعتبرهم قرقوبيات. غميق، واسمحوا لي هاد اللغه المغاربه حيت هذا قرقوبي، هذا كيتستعمل معانا بحال هكا. راه اخطر حاجه هي شي واحد يتعامل معاك يعتبرك غبي، كيبقى يدوز ديك البضاعه ديالو كيما بغات. كنترجاو الله. الغمقه الثالثه
سمعوا المغاربه وباش تقولوا هاد السيد كان ظلمو. قال لكم الولات والعوش بغيتو يخدموا بليكي، الولات والعمال استنتوا. البرلمان غيخدم بليكي؟ واش الحكومه غتخدم بليكي؟ واش الولات والعمال غيخدموا بليكي؟ واش المدراء والناس الرؤساء الاقسام والموظفين غيخدموا لله؟ دابا اش دخل الولات والعمال مع البرلمانيين ومع المعاشات؟ واش كاين شي غمقاش قلت لكم السيد ما قاريش القانون ولا ما اش دخل الولات والعمال والموظفين مع البرلمانيين والوزراء؟ الولات والعمال هذه وظائف، هادو ناس يعينون، الوالي كيتعين بظاهر، هادو عباد الله راه موظف، الموظفين يعين موظفين معينون وكيأثر العمل ديالهم قانون، القانون ديال الوظيفة العمومية، قانون أساسي الوظيفة العمومية. راه أنت البرلماني كيأثرك قانون الوظيفة العمومية، واش أنت أجير كيأثرك مدونة الشغل؟ فين كاين أنت البرلماني؟ وريني البرلماني في مدونة الشغل أو في القانون الأساسي الوظيفة العمومية، أين محلوك أنت في هاد الجوج؟ باش هضر باش دابا شوفوا الدمغيشه كيما قال هو الغمقه خشى راسو مع العمال ومع الاوداز من جهه كيحرض على العمال والولات والموظفين زعما شتونا احنا هذوك الناس عندهم معاشات اش جاب شي هاد انت عندك مهمه سياسيه انت ما كتجي عند المغاربه اش كتقول لهم ها المغاربه عنصر لكم الطرقان عن النوبع كتقول مع النوبع عليكم واش الوالي جا عند الناس قال لهم عن النوبع عليكم هل هذا الطبيب قال لهم غنوب عليكم الاستاذ قال لهم غنوب عليكم المهندس قال لهم غنوب عليكم انت كتجي غنوب عليكم سامثلكم عجب شي لشي علاش خشيتي هاد الغمقه دابا غمقتي خشيتي الولات مع العمال مع الموظف هذا شنو هذا المغاربه اش قلت لكم راه تكرفص على القانون فياك انت وانت البركه اللي كتاخذ واللي هي كتاكل غا على السحت اسمح لي نقول لك لا انت ولا دوك البرلمانيين بحكم ادائكم كتاكلوا راه كتاكلوا راكم كتاكلوا من لحم المغاربه خصكم تعرفوا هادي لان المغاربه دايز عليهم مساكن الفقر وما كتاديوش وظيفتكم كتاكلوا من لحم المغاربه هذا القانون ديالك في 1993 معروف قانون المعاشات ولكن هذا القانون سبق دستور 2011 حنا نمشيو معاك في التحليل يا كاينه محكمه دستوريه كاينه دستوريه المحكمه اللي كتنظر مدى دستوريه القوانين واش هاد كوكا انتوما بعدا كحكومه انت السي اللي كتقول اداء البرلمان فين هو داك القانون ديال مدى المسطره ديال مدى دستوريه القوانين فين هو ولا داز هذا القانون ديال المعايدوز المحكمه الدستوريه غدوزو لحقاش ما عندوش اساس دستوري هذا المعاش ما كايناش شي حاجه سميتها المعاش في الدستور اين فوا تحط المسطره مشيتي وكتغمق على الناس بهذه الطريقه وكتقول للناس نتوما هما الغماقه وفي الاخر انت اكبر غماق خاشي الولاد مع العمال مع الموظفين كما كيقولوا خاشي الشكلي في العمال اش جاب الولاد والعمال ولكن ضمهم قانون اساسي واش جاب وانت اش علاقه البرلمان اللي وظيفه سياسيه واش تقول راه تخدموا فابور والغمقه الثالثه الرابعه دابا الناس علاش كانوا كيهضروا على المعاشات وانت وليت تقول واش يخدموا بليكي بمعنى خشيتي ديك اللحظه اللي كتكون برلماني انت خدام برلماني ماشي مشكل مغربي كيعطيك تعويضات ها الاصل انت ماشي اجير ولا مستخدم انت كتاخذ تعويض على مهام تؤديها لفائده الشعب معليش هنا وي واش داير شوف هو المغاربه واش يخدموا بليكي هو كيبرر الملاحظه اللي هو برلماني والمغاربه كيهضروا على المعاشات اسيدي شوفوا كي داير الغمقه خشى المعاشات مع اللحظه الراهنه حنا كنناقشوا المعاشات يعني التقاعد اذا شكون اللي كيغمق دابا الغمقه الخامسه غمقة الخامسة وسمحوا لي نستعمل بلغته لأنه بعض الناس استكثر معه بلغته وخان هذا الأسلوب ديال الغمقة لا أحبده ولكن هو جر هو برلمان قال لك الغماق قال لك سيدي الشعبوية دابا هذا شنو هي الشعبوية سي إدريس اللي أنت دابا راك دكتور كيفاش كتسيء المفاهيم وكتضلل الناس وكدير قلب المفاهيم ومع كامل الأسف ماشي غير أنت عدد من الناس داروا هاد مؤخرا شنو هي الشعبوية؟ شوفوا على الكلمة اللي جاية الشعبوية جاية من الشعب عبارة شعب الأصل شنو هو؟ هو أن السلطة للشعب أن الشعب هو اللي كيحكم عن طريق الممثلين ديالو طبعا اللي كيختارهم في إطار ديمقراطي وفي التلاوة المجرد فاليوم الشعب ولا سبة صور كتسب بنادم شعبوية أنت شعب معنى شعبوية عندك وعي ديال الشعب ماشي وعي نخباوي إما نظام النخبة أو نظام الشعب وضدا على الشعبوية المقيتة يعني كيفاش كتقول بلاد هذه شعبويه ما قيتها دونك هذه حرب اعلان حرب ضد الشعب
هذه إهانة بالغة للشعب، هذه غمقة، وغمقة لأنك كتحرف المفهوم. الشعب شنو هو الشعب؟ الشعب هو واحد النمط ديال التفكير اللي كيكون جاي من الشعب، يعني كذا ضد واحد النمط تفكير نخباوي. إذا شكون اللي غماق دابا؟ واش أنت ولا هاد الناس اللي كتوصفهم بالشعب؟ وحتى لا خدينا مضمون، حتى لا بغينا داك المضمون القدحي والسلبي اللي بغيتي تعطيه أنت وغير موفق ديال الشعباوي، حتى لا بغينا، نمشي أنا نمشي معك في التحليل استثناء، شكون اللي شعباوي؟ شكون اللي دابا كيصور الناس بالبصارة؟ شكون جاب، شكون دخل هاد الثقافة؟ لا واش شكون اللي صوروا المصورة؟ شنو هي زعما ترميتي البصارة؟ دابا هادو اللي رماو البصارة شنو هي؟ ملي كضرب البسطيلة كتصور كترمي شي تصويرة بحال هكا كعب غزال والقصوص والهاي، ملي كتكون شي طابلة فيها شي 4 المليون تقدر ترمي شي صورة في فيسبوك كنشوفوها، ملي كتكون معشي ب 4 المليون وراكب في الطيارة في الدرجة الأولى تقدر ترمي شي صورة في فيسبوك ترمي على البصارة، هذا ماشي غميق. لما كترمي الصورة واش ما كتعمقش بهاد اللغة، كتعمقش على وعي الناس، زعما رانا دري ويش كنا نكون على البصارة بخمس دراهم ورانا الشعب بحالي بحالك وصوت عليا رانا هو اللي غنكون حداك، اما خويا راه كياكل الخرفان والبسطيلة والمشويات، البصارة رانا خوك حبيبي صوت عليا، شنو كتسمى هادي؟ علاش ترمي البصارة وترميها؟ شنو بغيتي تقول بالبصارة؟ شنو عندنا الكرون؟ شكون اللي تيغمق دابا وشكون اللي شعباوي؟ بهاد اللغة الشعباوية ماشي بالمضمون اللي حللت لك. واخا ملي كتصلي دابا شكون اللي صوركم؟ الجن، هذا الجنون، الجنون راه صوروكم دابا هاد الصورة انت والخلفي، شكون صوركم؟ شي جن واقيلا، شي جنون ولا ديك الصورة واقيلا حتى هي كما ديك الصورة مركبة فوتوشوب؟ يا رحمة معنا انت كتصور كتعبد الله، تصور على لحظة مقدسة كتعبد الله اللي خص يكون فيها الخشوع والذوبان وإهداء ذات الله وخص انطلاق على الحياة وعلى الكون، تصور في هاد اللحظة كتصور، شوف على غماق باغي تغمق على الناس كما قال عمر الخطاب، نحن معشر المسلمين من يخدعونا في الله ننخدعوا له، كتحتقر ذكاء الناس. وانا سبق لي قلت لكم اسوأ جريمه ممكن يرتكب اي شخص هو انه يبان له بنادم مكلخ قادر يضحك عليه. تصور كتصلي وهذا ماشي غميق، ماشي غميق، هذا انت كتقول غماق، انت ماشي غماق دابا، شكون اللي غماق دابا؟ غتصلي ما شافك حد، لا مصلي سي من كيران محترم مع كل احترام ليه، حتى هو شخص من كيدير التسابيح، شنو هذاك؟ ماشي غميق، ما معنى التسابيح؟ دابا انا نبي بن عبد الله واقف، هذا ديال الشجار واقف، هذا فلان واقف، هذا فلان، هذا فلان مثلا، وانت بوحدك اللي هاد التسابيح، بمعنى الناس راه ما فاهمش قيمه التسابيح، يعني كتقول لهم انا راه متدين مرجعيه، داك ماشي غميق، وفي الاخر تاخذ 7 المليون. تصور انا تصور المراه كتهز الحمل الحماله فاش مسكينه في كاستيا اخو مراه شارفه مسكين باش تصور 100 درهم، وغيجي السي بالكيران مثلا وياخذ 2500 درهم في اليوم شاك جور ابا تيفنا هاد شنو زعما هاد السي بالكيران زعما واش كيما قال واحد الصديق الله يذكره بخير قال لك واش خلى شي رجل في شي حرب ولا من اجل المغاربه ولا شنو 2500 درهم 50000 ريال يبقى ياخذ حتى تفنى الدنيا تزغى تسابيع 50000 ريال في النهار وعندنا المداد 30000 خصاص ديال المعلمين والاساتذه والمصحات خاصهم سكانيرات والمناطق في انفك وكذا خاصها الطرقان والمعطلين حدت ولا حراج وكورونا خصها ما خصها وكاين الناس مساكن يعانون تاع تاخذ 50000 في الشهر اسيدي دير الشجار ياخذها اي ياخذها بن عبد الله وياخذها قولوا شكون نتوما اللي بغيتو ياخذها ساجد عرفتيش قلت لكم ياخذها ماشي ياخذ هو حتى واحد ما يستحقها زعما ياخذها نقبلها هذاك نقولوا ما تيقول لك لا اسلام ولا عمر الخطاب ولا ابو هريره انت كتقول مسلم وكتقول قلبي وكتقول جنتي في قلبي وعقال عبو رحمه الخطاب وعن ابو فلانه ودي في الاخر 7 المليون والناس كتموت واخا تكون جاتك منين ما جاتك اسمح لي ياك انت عندك شركه جافي عندك مدارس خاصه عندك وانا نكون انا عندك السكنه الله يزيدك حنا ماشي تنقصوا الا عندك السكنه في الرباط في ديك حي الليمون شحال كتسوى تما هذيك قلعه تبع بشي 4 المليار هذيك باش تبيع تما راك عرفتي في قلب يبيعها وطلع لسهب القايد تسكن معاه وسكن مع جناتي و جناتي في قلبي ديك الفوقيات اللي كتشري كتبان كتشري شنو ديك الفوقيات ماشي شعبويه ماشي غماق تشري فوقيه ولا نعرفك بيع كيما كتشري الفوقيات من عند ناس بسطاء وما كتشريش من القيصاريات الواعرين زعما وحتى السكنه خوي من تما وهبط لسهب القايد ولا هبط العلامه ولا هبط كذا او قول لي جناتي في قلب
هذاك ماشي غميق باش طلعوا بلادهم خداو الاصوات. تقوا فيكم الناس صح، تقوا فيكم الناس. مع كل احترام لبعض الاشخاص كنحترمهم وسط البي جي تي، نقول لكم بعض ولكن تنهضر عليها بشكل عام. ده يعني الناس كتضرب الحبس، اللي ما عمره ضرب الحبس ضربوا في عهد البي جي تي. ما عمرناش الناس الصحفيين ما تقولش لي الدوله والسلطات والجهات لا لا، انت في الحكومه ديك هضره والله ما نقبلها انايا. يا قلتي الا ما قديتيش دير شي حاجه غتستقل، قلتي ولا ما قلتيهاش سي من كيلان؟ يا قالك غيستقل كان جهه معينه غادي تعطي كريمه غدا غادي تحبس انت هذيك الكريمه كيفاش؟ كيفاش؟ انا غادي نحاول نحبس كل ما هو رئاسي كيف كيف؟ تدريجيا وباستفاده من الصلاحيات اللي غتكون عندي كمسؤول حكومي. غادي نحاول بطبيعه الحال نحاول، ولا ما قدرتش نغير حتى شي حاجه في هذا الشيء غادي نحط الصوارت ونمشي في حاجه. استقليتي دخل انا، دخل بو 20، دخل سليمان الريسوري، دخل عمر راضي، دخلت هاجر، ها خمسه في عهدكم. ما تقولش لي كنعاودها لك مره اخرى، حق الجهات، حق ماشي جهات، حق هذه هضره. انت في الواجهه، خذي الفراغ اخويا، حيد بحالاتك، خذي الفراغ ونعرفوا العيب فين، حيد. علاش انت بارشوك؟ علاش نضرك؟ يدو من دل كما تيقولوا يد القابله. علاش انت مضرك؟ علاش مضرك؟ يلا خلينا باش نعرفوا شنو كاينه. أسوأ فتره في تاريخ المغرب، والله ما كنقولها بتجني، كيهمنيش كلاو فمكم نتوما ولا هذا شغلكم هذا، انتم شركاء ناقش انت في الحكومه سيدي، عارف كاع انت. واش يقدر شي حكومه تقدر صندوق المقاصد توشيه؟ والله ما تقدر. جميع رؤساء الوزراء اللي دازوا غير علاش كتقيس صندوق المقاصد؟ كتقيس البوطه، كتقيس الطحين، كتقيس عرفتي شنو بنادم عينو راه يخرجوا لك المغاربه ياكلوك لقصتي لهم صندوق المقاصد. وقاصوا سي من كيران ودا المغاربه ما جابوش لهادي صندوق المقاصد اخطر. والله ما يقدر شي وزير يقيس. عباس الفاسي بغا يدير ها بدا جا الاخر قبل منه على اليوسفي والو، هو دو صندوق المقاصد. حتى المغاربه مع كامل الاسف. وزاد على الناس 3 سنين يخدموا عباد الله، اخطر حاجه. شراف بنادم مهرم وزادوا ودوزها اخطر. تصوروا كاع الصحفيين اللي ما تخرجش الحبس دخلوا في عهدهم صندوق المقاصد، هذه حويجات اللي بلا ما نناقشوا التفرشيخ بلا ما نناقشوا. تقول لي الغميق ونريد ونشتغل، حسيتي بالعافيه قريبه لك الفلوس بالزوله غتحيد. ونحن غادي ندوز لك الغمقه السادسه. غادي شنو كان في المؤسسات؟ قال لك اسيدي هاد الناس يبخسون المؤسسات ويضعفوا المؤسسات. هو حريص على نصرة وتقوية المؤسسات وضدا على التبخيس ديال المؤسسات. هذه الغمقة السادسة قلت لكم. هتقولوا لي فين كتجلى الغمقة؟ شكون ضعف المؤسسات قدكم؟ شكون اللي ضعف المؤسسات ديال الدولة المغربية قدكم؟ أولا فرشختوا مؤسسات الحكومة والبرلمان. الناس اليوم بقاو شي تيقوا لا في البرلمان لا في الحكومه. واش هاد الناس كانوا عباد الله كيضربوا البصاره وكيصليو والتسابيحات وكذا، سمعنا معاهم عاد تفرشيخ وشبعنا معاهم مع عطاله. شكون باقي يمشي دابا انتخابات؟ انتم حرضتوا الناس ضد المؤسسات. ما شوف لو كان شي حكماء في الدوله خاصكم واحد التهمه سميتها التحريض ضد المؤسسات. راه انتم حرضتوا المغاربه ما ينتخبوش في 2021. شكون اللي بقى يتيق فيه من؟ الناس كان عندهم امل واحد اللي بقى لهم انتوما. دوزوا الليبراليين، دوزوا اصحاب الاداره، دوزوا الاشتراكيين، قالوا هذا ما يلحي الله بيناتنا خويا الدين ولا يراعي على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه القران. وعباد الله صدقوا خطر من اذا فين المؤسسات؟ ثانيا ملي كيقول السيد رئيس الحكومه عبد الاله بن كيران هناك دوله يراسها الملك وهناك دوله لا نعرف من يراسها، علاه كاين شي تصريح خطير على المؤسسات اكثر من هذا؟ وكيقولها من موقعه كرئيس حكومه. انا رجل اعمال في المانيا، عندي الفلوس، عندي بغيت نستثمر في المغرب. اذا سمعت هذا الشخص يقول هناك دوله يراسها الملك وهناك دوله لا نعرف من يراسها، بمعنى هذه الدوله هذه فيها الفوضى. هذه الدوله هذه راها لبنان، سوريا فيها دولة كيرأسها الملك، ودولة أخرى حنا ما عارفينش شكون رأسها، راه كاينة دولة أخرى إلى جانب دولة الملك، عندنا جوج دول. إذا شكون اللي كيضعف المؤسسات ويسيء للمؤسسات ويبخس المؤسسات قد هاد التصريحات؟ دابا تصوروا رجال الأعمال كيفاش غادي يجوا. ثالثا لما أنت كتقول كيبخسوا المؤسسات، هاد الناس عبروا على رأيهم.
كاين عدد من الامثله. وغنختم بواحد المساله بسيطه جدا، مع كل الاحترام للسي عبد العلي حميد الدين، انا كنقولها لحقاش دوزت الحبس ولا لاحظتوني خرجت وليت حريص بحكم عرفت ما معنى الظلم في الحبس. انا جربته، عرفت شنو هي تكون مظلوم في الحبس. راه ماشي بحال داك الحباس الاخر اللي داير الجريمه، العذاب لانه سيرتو ملي كيحس بالخيانه، سيرتو لك كنتي فيك الوطنيه وغزال وزوين تحس بواحد الالم وضعف. لهذا اي واحد معروض على القضاء ولا معروض على كنطريت لواحد الدار ما يمكنش نتهمو. انا لا اتهم سي عبد العلي حميد الدين، لا ونزيدكم واحد المعلومه، والله الا كنتمنى من عند سيدي ربي يكون بريء، اتمنى يكون بريء ويتطوى ذاك الملف، كنتمنى ان القضاء يلقاه. علاش ما نبغي الحبس حتى لواحد؟ الا كان كنقول الا كان، وهذا نقاش من بعد غادي نجيو، ولكن جاب هذا النقاش عبد الحميد الدين ما كنبغيش نناقشو، ولكن مع كامل الاسف القطرسي ماشي حميد الدين هنا هو اللي مدان، لا هو السي الازال. يا قلت لي اضعاف المؤسسات والثقه في المؤسسات، دابا هل يعقل ان القضاء ينادي على السي عبد الحليم حميد الدين؟ ما معنى انت تمشي معاه القضاء؟ مقبول هذا السلوك من عند حقوقي من عند مواطن نقولوا، ولكن انت راك رئيس فريق برلماني، واش ما كتضغطش تما على القضاء؟ واش ما كتضعفش مؤسسه القضاء؟ ياك تبخيس، هذا هو الاضعاف. نادى القضاء على السي عبد الحليم حميد الدين، عبد الحليم حميد الدين مثله حميد المهداوي يجي للقضاء، القضاء ديالنا وكاين درجه التقاضي. علاش انا غنقول لك السي عبد الاله بن كيران لن نسلمكم اخانا؟ واش هذاك ماشي تبخيص واضعاف المؤسسات؟ من عين سمعوا الناس لن نسلمكم اخانا؟ شكون كيبخص المؤسسه وكيضعفها؟ هذا التصريح سهل. الله دابا انت السيد عيد، واش انت السي الازامي تقدر تمشي مع المغاربه كاملين المحاكم؟ علاش تمشي مع حميد الدين؟ علاش ما تمشيش مع المهداوي؟ مالي انا مغربي انا وصحافي، انا صحافي، انت يا مؤسسه انت كدافع على دوله المؤسسات. واش دوله المؤسسات ممكن المؤسسات تكون قويه بدون وجود مؤسسه صحافه قويه؟ فين الصحافه كتاكل العصا؟ واجي عندي البرلمان المهداوي وما تجيش عندي تدافع عليا. لا سيدي نتحاكم انا بقانون الارهاب، انا قابل، لاحظ معايا قانون الارهاب انا قابل، شرط عندي عشر نتحاكم مع محاكمه عادله. عطيت واحد الوثيقه للقاضي، القاضي سجلها ويناقشها، اما تيقش بالورقه عمل ما نلقاهاش في الحكم، طار تبخرت. لا وحيت قال اجي اوقف معاه السي الازال، ما تقول انا المهداوي خائب وسياسي وكنخربق، ولكن عندي حق محاكمه عادله. واخا نكون داعشي بوليزاريو وقف قدام القضاء، عندنا واحد الحقوق اسيدي، ولا لقيتي عليا قطع الراس قطعوا ليا، دافع على المحاكمه العادله، ما قلتلكش توقف معاه. وعدد من الصحابي علاش ما جيتيش؟ ياك انت مغربي وكتمثل الامه وزوين وما كتميش، وقال الله ما خصناش نميزوا بين البشر وما نميزوا الدستور وكذا. اذا من يضعف المؤسسات وكيبخس المؤسسات واش كيضعفها اللي هو في موقع السلطه التشريعيه وعنده مال الامه مقدرات الامه وكيهبط بجيش كيضغط على القضاء، ولا واحد خاين مسكين فيسبوك كاتب واحد التدوينه هي المتنفس ديالو بوحدو، هذا غنجيو حنا ونبداو نشيريو فيه باق باق. غنمشي للغبقه السابعه. شوفوا دابا هاد الغبقه كي داير، قال لهم ماذا صنعتم انتم من ثروه، كيخاطب الناس ديال الفيسبوك. ما الذي صنع لنا هؤلاء المؤثرون الاجتماعيون؟ أين هي الثروة التي أنتجوا؟ دابا هذا واش غميق ولا ماشي غميق؟ واش النشطاء ديال الفيسبوك يصنعوا الثروة؟ واش وظيفتهم صناعة الثروة؟ شنو هو السند ديالك هنايا؟ التشريعي ولا القانوني ولا السياسي ولا الفيك؟ كيف واش أنتم صنعتوا الثروة؟ علاه الفيسبوكيين ولا النشطاء الاجتماعيين كيصنعوا الثروات؟ دابا كتقول شي طبيب واش أنت خصك تصاوب محراج؟ ولا كتقول الفلاح وصنعتي انت يا شي، كتقول الفلاح وصنعتي شي طياره؟ شي دابا كاين شي غميق دابا اكثر من هذا، تغمق على الناس. صنعتوا واش 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 الفيسبوك والنشطاء كيصنعوا الثروه؟ الغمقه الثامنه قال لك لا يدعون الاعلام والاحزاب يقوموا بالعمل ديالهم. وعوض يخليوا الوضوح ويخليوا الاحزاب تقوم بالدور ديالها والمجتمع المدني يقوم بالدور ديالو والاعلام الحقيقي يقوم بالدور ديالو. دابا النشطاء الفيسبوك بتدوينه محبسين الاحزاب ما كيخدموش، والاعلام الحر وشكون اللي حبس الاعلام الحر؟ شكون اللي اعتقل الصحفيين؟ اعتقلهم فيسبوكيين ولا؟ راه اعتقلتوهم انتوما، انت هما اللي اعتقلتوهم الحكومه، ماشي وخليه بالعامه مستقله، لان البوليس تحتكم، التقارير ديالكم ديال الحكومه تشتغل تحت وصيتكم. انا منين جاتني المكالمات؟ مشي قال له انا راه ضربوني وهربوا، راه حنا عارفين ما بغيتش ندخل في التفاصيل، تعرف شي واحد كيضربك وتيهرب، وعارف شكون ضربني، ياك انتوما الحكومه. انتوما هما الحكومه يلاه منين كيجي كيخلوا شعبان، شكون اللي كيشد هاد الصحفيين في الحبس؟ انتوما في عهدكم
الفيسبوكيين تشدوا في عهدكم كلشي اللي ما عمره ما دخل الحبس دخل في عهدكم وما كيخلوش الاحزاب يخدموا، شنو غديروا زعما بالسلام وما خلاكمش تخدموا؟ وقال لك تسعد يضببون المشهد السياسي وكيضبوا المشهد الحقوقي وكيضبوا، واش عباد الله واش هاد السيد بعقله ممكن كيهضر ولا كان كيطلق الكلام على قال وخ انا غنوصل لواحد النقطه اللي هي اخطر مما كان، وقلتها لكم في الاول خصكم تنتبهوا بزاف المغاربه، اياكم ان تستهينوا بهذا الشيء اللي غنقول لكم، اياكم ثم اياكم. غنختار لكم جمل قالها بفمه وخصكم تامنوا، قالك لا يمكن ان نسمح بهذا القول، ما لا يمكن ان نسمح بالقول بهذا، سمعتوها؟ خصنا نتصداو سبحانه وتعالى، هذه شعبويه وهذه خصنا نتصداو لها، خصنا نتصداو لهذا الشيء، سمعتوها؟ قالك حنا كاحزاب سياسيه خصنا نوقفوا سد مانيع، كنواب ديال الامه كمؤسسات خصنا نوقفوا سد مانيع، سمعتوها؟ قالك هذا الشيء حنا النوضو خصنا النوضو ليه، هذا الشيء خصنا النوضو ليه، اياكم ثم اياكم هذا الشيء تعتبروا عاقلنا، هذا رئيس فريق برلماني ووسط البرلمان وعلى الكومنت كيتصنت له، القضاء كيتصنت له، الاجهزه كتصنت له، كلشي كيتصنت له، سمعوا اش قال، قال لك خاصنا، قال لك لا يمكن ان نسمح، لا يمكن، تعرف شنو كيقول لا يسمح، سير فيني، عاد قلت لكم شي حاجه كيصاوبوها دابا وكيغازلوا الجهات اللي كيعتبروها هما هي اللي غتفتح لهم باب يرجعوا في 2021، تقول لهم حنا اللي صالحين لكم، جايه من فتره القمع وغتسدوا على عباد الله، حنا في التشريع في البرلمان غنشرعوا ونعطيكم القوانين ونعطيكم موافقه بغيتوا الصمت بغيتوا، هذا هو الميساج اللي كيدوز دابا، هو راه ما كيخاطبش الشعب، انتم كيبان لكم دابا الشعب المغربي قلقوا ابدا، والله ما قلقوا، هو الشيء الشعب المغربي يخرج ويمشي للدار ويجيب له البيض ويضربوا به ما عندوش مشكل الازل، شي يقول لي اللي بغيتي الشعب هو عنده حاجه واحده يبقى في الكرسي وعنده واحد الفهم، هو تيقول شكون اللي خليني في الكرسي صحاب الحال، وصحاب الحال الا بغيت نبقى في الكرسي شنو خصني ندير معاهم، خاصني نغازلهم ونطمعهم، وشنو بغاو صحاب الحال، بغاو المرحله الجايه ما كاين لا صحافه لا فيسبوك لا تعقيد لا انا اللي غنلعب لكم هذه الوظيفه، هذا هو الميساج، واش هو حماق يجي للبرلمان ويخرج الهضره غير هكاك، هذا راه بتيف، هذا راه حزب عنقودي تنظيم مغلق، راه ما كيلعبش ما كيشيرش، راه ماشي الحزب ديال غاجي بيا فمو وقول لا، هذا الشيء راه مصاوب ومقادد وباتفاق، وفين غنقولوا هذا الشيء احسن نقولوا وسط البرلمان، الهضره من اخطر ما كاين، علاش قلت لكم المغاربه وياكم تستهنوا بهذه الحلقه، لا يمكن ان نسمح بهذا القول، صوروا التهديد، خاصنا نتصداو، ما معنى نتصداو؟ هنا تحريض الاعتقالات، تصداو، ما معنى تصدي شي حاجه؟ تصداو، تصداو قال لك، علاه أمينة حيدر ملي قالت دارت الاحتلال في البرلمان، ملي دارت إعلان على تشكيل هيئة، علاش ما خرجتيش قلتي نتصداو؟ ولا يمكن أن نسمح الأمينة علاش ما هضرتيش كاع؟ بان لك عاد الفيسبوكيين مساكن الدراري، خاصنا نتصداو. قال لك حنا كأحزاب سياسية خاصنا نوقفوا سد مانيع، شوفوا الأحزاب السياسية ماشي قالها ضد اللي كيهضروا الوحده الترابيه ولا سد مانيع على هادشي ديال السبته ولا سد مانيع على هادشي ديال الفقر وكذا لا ولا سد مانيع على هادشي ديال الحريات لا سد مانيع على هاد النشاط ما يهضروش قال لكم حنا خاصنا نوضوا هادشي اسمعوا عيب المغاربه هادشي خاصنا نوضوا ليه شنو هي النوضوا ليه علاش قلت لكم هاد الشخص هذا كلامه خطير قاس اولا الاسلام لان عنده الفلوس بزاف وراه قلتها لكم انه قال لك من كان منكم غنيا فليتعفف عنده الفلوس تاع القران وجمع الثروه منا اربعه وثلاثه منا وخمسه منا وعشره منا وقلت لكم قاس القانون لانه دار واحد العمليه ديال كما كيسميها هو الغميق خشى راسو في الوظيفه العموميه باش نخدموا فابور والولاد والعمال والموظفين خشى راسو هو كبرلمان الحكم ها الغمقه في قاس القانون قاس القانون الوظيفه العموميه لانه نصب راسو ليه هو ماشي فيه وقاس حتى مدونه الشغل لانه هو ماشي في مدونه الشغل ماشي اجير وماشي مستخدم هو قاس القانون وقاس عتقولوا لي احاميد هذا السيد فين قاس الدستور وفين قاس المواثيق الدوليه قلت لكم راه تكرفس على الاسلام وعلى القانون وعلى الدستور على كل شيء تكرفس وانا نعطيكم الدليل القاطع الماده 19 من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه الماده 19 المغرب كتعرفوها المغاربه كيعتبر ان القوانين الدولي لانه حتى في الهرميه القوانين راه ملي كنقولوا تقريبا كتجي من وراء يعني الدستور المهم فوقها اختلفوا كاين اللي تيقول قبل القانون التنظيمي المهم على اي هذا ماشي نقاش مهم بزاف
مهم المغرب كيعتبر سمو القوانين الدوليه. المغرب ملي كيسني شي اتفاقيات فكيعتبرها سمو على القوانين الوطنيه من عندها حرمتها. والمغرب موقع على يعني الاتفاق ديال العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسي، هذا العهد هذا عفوا اللي هو عهد، كاين فرق ما بين الاتفاقيه والعهد وهذا نقاش اخر، العهد ديال الحقوق المدنيه والسياسيه. ف شنو كتقول لك هذه الماده هذه 19؟ كتقول لك هذه الماده هذه يعني في الماده 19 ان الانسان حر، لكل شخص عنده الحق انه تكون عنده اراء، عنده اراء عباد الله، حريه التعبير يفكر. هذا الشخص هذا كيقول له سيدي لن نسمح بهذا القول. فالمادة 19 اللي المغرب متفق عليها واللي كيعتبرها سامية واللي المغرب خصو يحمي هذا العهد، ماشي عايسني وبخط، خصو يسأل هذا الوزير، هذا راه خصو راه خاص استدعاء ديالو اليوم الأزمي، راه تشر قانون، إلا بغيتو هذه البلاد تكون غدا مزيانة والاحترام فيها، ولا راح الأوراق شكل والواقع شكل آخر. ها هو لن نسمح بهذا، ها هو عنده دليل قاطع، لن نسمح بهذا. إذا العهد الدولي المادة 19 يقول لك عبر كيما بغيتي، هذا لا سيدي ما غنسمحوش بالتعبير. خصنا نتصداو لهذا الشيء. الناس ما هزل لا سلاح لا سيوفه لا قرطاس لا والو، كيعبروا عا بتدوينات عا بآراء. قال لك هذا الشيء خصنا نوضوا ليه، ها هو قاس الماده 19. الماده 19 كذلك من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، شنو كتقول لك؟ لكل اي شخص، لكل شخص الحق حريه الراي والتعبير. الماده 19 عباد الله اعلان العالمي للمغرب كذلك مع متفق معاه ووقع عليه واللي كيعتبروا سامي على هذه القوانين. قال لك حنا كحزاب خصنا نوضوا لهذا الشيء ونسدوه. اذا ها هو بس الماده 19 من الاعلان العالمي للمغرب كذلك متفق عليه. مس كذلك الدستور المغربي الفصل 25. الفصل 25 تقول لك حرية الرأي والتعبير مضمونة بكل أشكالها. الفصل 25 من الدستور تقول لك حرية الرأي، وسمعوني يا المغاربة، حرية الرأي والتعبير مضمونة بكل أشكالها، عبر على رأيك. فمن كيكون الدستور تيقول هكا والمواثيق الدولية كتقول هكا، ويجي شحال قلت لكم المغاربة، بصح النقاش ديال بيليكي مهم ولكن اياكم واحد حتى انا تبعت الصفحات، الناس ما عطاوش قيمه لهذا الجمال. خاصكم تاملوا في هذا الشيء، راه مرعب. لن نسمح بهذا، خاصنا نتصداو لهذا الشيء، خاصنا نوضوا ليه. هذا الشيء خاصنا نوضوا ليه. عشان شكون نتوما؟ يعني احزاب واجهزه ونيابه عامه وبوليس وجندرم وجيش ضد من ضد فيسبوك يعبر على رايه. علاش ما تنوضش الناس اللي كيهدروا الوحده الترابيه؟ علاش ما تنوضش الفاسدين والناس اللي كيسرقوا الفلوس في المغرب في الجامعات والفساد في عدد من المواقع؟ علاش ما تنوضش؟ خصنا نوضوا للفساد ونوضوا، تنوض بنادم كيعبر على رايه لهذه الدرجه؟ زعما راه قلتي شي حاجه؟ ولهذا المغاربه غنختم معكم هذه الحلقه وغادي نقول لكم اياكم، انا بصح والله ما كنت باغي نناقش هذا الموضوع، اعتبرته في الاول غير بوليميك وكذا، وكنقول حق البي جي دي، راه كل مره غنقول لك ها المهداوي ولا حق البي جي دي مستهدفين، ولكن لا، منين تصنت له الصباح حسيت بالخطوره هذا الموضوع. باش تقول لي انت هذا الشيء خصنا نوضوا ليه، نوضوا ليه ياك مشيتي للشعب وليتي كتهدد الشعب تنوض له، تحريض، تحريض علانيه الاعتقال. تقول لي بنادم خصنا هذا الشيء خصنا نوضوا ليه، ياك البارح كنتو هكا البصاره ودراوش اليوم شبعتو فلوس، شبعتو فلوس دابا وكوستيمات وشبعتو فيلات وسفريات وانواع الحلويات، وليتي دابا الشعب كتهدو مسكين اللي جابك تما وتاق فيك، خص الشخص نوضوا ليه مؤسسات، وليتي كتهدوا الشعب اليوم بهاد المؤثرين. وشكون هاد المؤثرين؟ صنعوا لنا هاد المؤثرين ياك بهاد يعني بهاد الطريقه يعني صافي بهاد، ممكن تكون شي طريقه مخزونه. ما بغيناش نوصلوا معكم لهاد، نقرا انا بحال هاد النقاش هذا على الملأ، كما كتقولوا انكم راكم مصلحين وانتم اللي جايين تغيروا البلاد، وانتم اللي غتغيروا المنكر، وانتم كتقولوا لعم سيدي اللي غتخلقوا الاداره وغتجودوا العمل الاداري وغتكونوا قرب من المواطن وتحسوا بالدرويش. وليتي اليوم اللي شبعتوا فلوس وشبعتوا خيرات وبدلتوا السيارات، السيد عنده 7 مليون وعنده سياره عاكاس مع راساتو، دوز المقاصه ودوز زاد موظفين في كذا ومشى مع راسو وقاس كيتفطح. وغنختم معاك بقول الله عز وجل، لاش هو القول اللي كينطابق عليك وعلى بعض من صحابك. قبل ما نقول هاد الايه هادي بغيت غير نقول واحد القضيه السي الازمي بعدا، الى جانب كما قلت لكم هاد المغازله للجهات الاخرى، هما عندهم واحد العمليه اخرى كتخليهم يتغولوا مع كامل الاسف، هما قدوا يكونوا واحد الكتله ناخبه عن طريق السي الشوباني. المهم هذا وقت، هذا موضوع نقدر نرجع له من بعد،
لان واخا وقع العزوف السياسي بالنسبه ليهم، واخا الناس ما يصوتوش عليهم، واخا الناس يكرهوهم، واخا وبالنسبه لهم عندهم الناس كيصوت عليهم. ربطوا واحد العلاقات كاين المصالح غيجيب لنا عندهم كتله بالنسبه لهم ديالهم ما فيهاش نقاش. ولكن كنقول السي يعني عفوا السي الازمي كما قال الشاعر: لا يغرنك ما ظنت وما وعدت، ان الاماني والاحلام تضليل. هذا الشاعر كعب بن زهير. لا يغرنك ما ظنت وما وعدت، ان الاماني والاحلام تضليل. واخر قول هو قول ديال ما اعز قائل اللي هو الله عز وجل. الله عز وجل كيقول: واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. وشكرا لكم، زورت الموقع، وإلى اللقاء في حلقة أخرى بحول الله.